3, 2, 1, and... تجارب الأداء، إيش تعرف عن تجارب الأداء؟ ليش نسوي تجارب أداء؟ أنت لما يكون عندك فيلم أو مسلسل أو أي عمل فني بتحتاج إلى كاستنج، ممثلين وممثلات، فما تروح تختار أي أحد، لا، تحتاج تجارب أداء عشان تنقي بعناية. فتعالوا معايا الكواليس تجارب أداء أنا عملتها. بس قبل نروح، الشير واللايك والسبسكرايب وفعل التنبيهات وتعالوا خلونا نروح. أول شيء أرسم رؤيتك الخاصة للفيلم، عيش الفيلم عشان تعرف أنت الشخصيات اللي تحتاجها إيش، تحدد الجنس، العمر، الصفات، كل هذا راح يتحدد معك لما ترسم رؤيتك الخاصة للفيلم. وبما أن البروجكت اللي هشتغل عليه يخص الموضة والأزياء، فأكيد أني هحتاج إلى لما بدأنا كاستنج معنا الراعي الرسمي. أهلا وسهلا عبد الرحمن المخرج الكبير. المنتج. شوف التعكل. المخرج مو مهم قد المنتج. أنت بتعكل. لأنه المخرج لو ما في منتج ما يقدر يخرج. الله الله كلام كبير. ما في لوس. هو ده لوس. لوس. هنا حط كاش مانجر. ثالث شيء بتبحث عن كاستنج مانجر يوفر لك كل الشخصيات هذه اللي أنت محتاجها. حبيبي افضل واخضر واخضر واحسن وافضل وافسك كاستنج مانجر. حبيبي تاج على راسي والله. في جده ولا في المنطقه الغربيه؟ في مكه المنطقه الغربيه بشكل عام كلها. اول الان عمانا في متجه للعالميه. اوف كاوست حبيبي وجاي افضل باذن الله. ناس يقول ايش مهمه مدير الانتاج؟ مدير الانتاج هو اللي يشيل الصداع من كل طاقم العمل، لانه هو اللي استلم التنسيق من اي تو زد، سواء كان في ممثلين، في شخصيات، في معدات، في لوكيشنز. هو اساس كل عمل ونجاحه. انا موديل فافي، عايشه هون جده. انا ميلانا. اسمي انسان مصطفى هدايا. اسمي خلود العسامي. اوكي انا دي موديل محجبه. اسمي وعد الحيمي. السلام عليكم، معاكم هايدي من جده، عمري 17، اشتغل موديل، اعرض ميك اب وازياء وشعر. سؤال عرفني بنفسك بيلعب دائما 30% من نجاح اي تجربه اداء، لانه اكثر شخص بتمثله دائما هو انت. فلو ما تعرف تمثل نفسك فانت ما تعرف تمثل. حاول كمان تنقي اسئلتك بعنايه، وحاول اسئلتك تكون عشوائيه عشان تطلع اكبر رياكشنز من الممثل نفسه. على سبيل المثال، لما تسمع كلمه موضه شرقيه ايش يجي في بالك؟ فين تشوفي نفسك بعد 5 سنين قدام؟ احنا بنعرف علاقتك بجيم اوف ثرونز. ولا شيء. سفر. لا في علاقه بجيم اوف ثرونز. شعراتي بالضبط. كاليسا يا جماعه جات الكاستنج. مصممين على مين معجبه بيهم؟ اليسا. ايش هذا اللون؟ طيب ايش اسوي؟ فسترولي ولا ايش اسمه؟ كريسترو. ايش يسموه ذا اللون؟ ها؟ فيروزي. جديد علينا هذا. فيروزي؟ فيروزي انت سمعتها؟ ما ادري. ايوه فيروزي. وروي رهيب اللون. الممثل اللي تحس انه جوارحه كلها بتمثل معاه، فمه ويده، فيس اكسبريشن وهاند اكسبريشن، ثق تماما ان هذا ممثل محترف جدا. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. كل الممثلين العالميين اللي تشوفهم الآن في التلفزيون كانت بداية نجاحهم تجربة أداء واحدة. فاستغل كل فرصة، فاستغل كل فرصة، فاستغل كل فرصة. أكيد تبغى تعرفوا مين اخترنا وإيش هو العمل أساساً. تابعوا الفلوج الجاي ولا تنسوا تشوفوا الفيديوهات السابقة، ونشوفكم على